خلاص يا ايمان، هتولد النهارده، ربنا يقومك بالسلام. يا ماما ان شاء الله هننزل هو على المستشفى، مستني احمد بس يخلص من جوه ويجي. البت العكروته اللي اسمها فوزيه هي اللي هتتسمى على اسم ستها، محضره لها حته حلق ذهب، الصلاه على النبي عليه. امال ايه؟ لا ماما فوزيت ايه يا ماما، احنا متكلمين في الموضوع ده قبل كده. لا ماما انا عايزه اسمي اسم من اسامي الحلوه الجديده دي. الله يخليك يا ماما، ما تقوليش فوزيه دي تاني، معلش ما تزعليش مني يا ماما. ماله يا اختي فوزيه، اسم كمان مش عاجبك؟ هو انت بتتنكي عليا وبتتريقي يا بنت انت على اسمي؟ ايه اسم من الاسامي الجداد دي؟ ليه هو انا اسمي ماله؟ مستقريه من اسمي ولا ايه؟ ده انت بنت قليله ادب قوي، وهتتسمى على اسمي، ايه رايك بقى؟ ده مش بمزاجك، ده غصب عني. ايه يا جماعه في ايه يا اما؟ وحد الله كده. لا اله الا الله يا اخوي. مالكوا عاملين ده؟ مراتك يا سيدي مالها؟ زعلانه مش قلقانه، مش عايزه اسمي فوزيه على اسمي. يا امي يا حبيبتي اسمعيني، البت تيجي بالسلامه وبعد كده اسمها سهل يما. لا يا اخويا، هتيجي بالسلامه ان شاء الله وهتتسمى فوزيه. ماشي يا اما، حاضر يا اما. يلا يا ايمان، يلا عشان ربنا يسلمك. قومي يا ام فوزيه، يلا يلا عشان نروح نجيبوا فوزيه ونيجوا. حاضر يا ام. عاجبك ولا مش عاجبك يا مرات ابني؟ يلا بقى يا اما، انا حكيدك واحرق دمك والله لا سماه فوزيه. ماله اسمي ده؟ اسمي ده لا حلو. صباح الخير يا ايمان. صباح الخير يا ماما. عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله كويسه. هاتي هاتي فوزيه، هاتي هاتي يلا عشان اروح اطعمها حبيبتي. قلت لك يا ماما مش هنسميها الاسم ده يا حبيبتي، انا هسميها اسم اللي طالع جديد ده. يا اختي بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. مش عايزه تسميها فوزيه يا حبيبتي؟ الاسم دي قديمه خلاص، ما فيش منها دلوقتي. عايزه تسميها ايه؟ هسميها فريده، ايسل، نادين كده. ايسل؟ وماله نسموها ايسل؟ طب هروح بقى نطعمها ونيجي. ماشي. طب فكري معايا كده. خليها ايسل. ماشي اكتبي ايسل. وماله اكتبها لك ايسل من عينيا الاثنين. حاضر بت. ايه يا ايسل، صباح الفل يا حبيبه ست. عشان بقى تقولي يا ام ايسل في الرايحه وفي الجاي. من عيني ده انا هنصيطك انت يا ام ايسل. يا ايسل انت يا حلو. عايزه حاجه مرات ابني؟ سلامتك يا حبيبه قلبي، خلي بالك عليها وخلي بالك نفسك. ده في عينيا بت ابني الغاليه. ده ايسل ده يا حبيبتي. تسلم عينك. فوزيه ايه؟ ايه يا حماتي ده اسم قديم قوي، عفى عليه الزمن خلاص. فوزيه ايه؟ كلام فاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي يا ايسل. الايسل قال والنبي ايسل زي العسل. يا ايسل يا عسل يا عسل. يا ايمان السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امسكي يا بنت ايمان. اي حبيبتي هاتي. امسكي، الواحد ما عادش قادر، الجو نار. يا اختي انت على مهلك، على مهلك. دخت من الشمس طول من صحيت ربنا وانا دايخه. ايسل عملت معاك ايه في الشارع؟ ايسل حبيبتي حلوه، حلوه ميلادها. ايه ده؟ زي ما انت شايف. ايه؟ ايوه ايه ده؟ فوزية؟ ايه يا اختي فوزية؟ هو انا مش قايله لك ان الاسم ده انا مش عايزاه ومتفقه معاكي على كده، وقايله لك سموه ايسل وانت متفقه معايا؟ تنزلي تعملي حاجه تانية يا حماتي؟ انا حره اعمل اللي انا عايزاه. حلوه دي. وانت بتقولي اعملي وما اعملش ايه؟ انت عارفه انت كده عملتي ايه؟ على فكره دي اسمها خيانه. دي اسمها خيانه، انت كده خنتيني. ليه يا اختي؟ كنت سرقت ذهب امك ولا سرقت ذهب امك؟ ليه كده؟ ليه كده؟ أنا مش عايزة بنتي اسمها كده. أنا مش عايزة، أنا حرة يا ستي، دي بنتي أنا. أنتِ يا أختي مش عايزة، بس أنا عايزة. هو حد يطول اسم فوزية؟ ده أنا يا بنت حماك الله يرحمه كان بيدلعني، يقول لي يا فوز يا اللي بتحب الموز. يا ستي أنا مالي ما يدلعك هو ولا يعمل، أنا مالي؟ أنا بنتي عايزة اسمها أيسل. أيسل. ودلعها هيبقى إيه يا أختي أيسل ده؟ ليه حرام عليك؟ أيسول. أيسول لا لا، هيبقى إيه دلعها أيسل؟ إيه الاسم المايع والأسامي الخايبة بتاعت اليومين دول دي؟ يا ستي أنا مش عايزة أدلعها، مش عايزة لها دلع. انا حره. ده بكره كده لما هتمشي في الشقه قدامك وهي داخله المطبخ يا هاتي يا فوز. مالهم دول؟ هم كمان بيزعقوا ليه على طول؟ دي عيق كده وخناقه، اما نشوف في ايه. بنتي ما تنكسر ولا تولع. ايه يا جماعه في ايه؟ مالكم بتزعقوا ليه كده؟ في ايه؟ مرات ابني. اتفضل. مرات ابني قصدي. ايه ده؟ انا متفقه معاها يا احمد، سميها ايسر. قالت لي حاضر ونزلت كده. مامتك خانتني برضه؟ هتقول خانتني تاني؟ ايه دي يما، طلع النبي كده عليه الصلاه والسلام. هو اللي انت عملت كده بجد؟ لا يا اخويا بهزر معاكم.
طب انت ليه يا ام عملت كده؟ خدت البت وسميتها فوزيه من ورايا ليه؟ انا حر ليك حاجه عندي يا احمد تقدر تعارض؟ انا ما نعرضش ولا حاجه، بس يما بعد اذنك اسم فوزيه مش وحش والله، واسم حلو بس قديم. بس احنا ثواني، احنا دلوقتي في زمن يعني الزمن ده مش زي الاول، الاول فوزية والكلام ده كله، فالبنت كده لما تكبر هيبقى اسمها قدام صحابها برضو، صحابها هيعيروا لها وهيقولوا لها يا فوزية والكلام ده. يعيروها؟ يعيروها ليه؟ بتتاجر في المخدرات؟ ها؟ بص يعني بص يعني انت شايفه اللي انت عملت كده صح ياما؟ اه بصي بصي يا احمد عشان تبقوا فاهمين كده انتوا الاثنين، انا بنتي دي هيتغير اسمها، هتسمى ايسس زي ما انا عايزه. يتغير ايه؟ هيتغير اسمها، ولو ما اتغيرش انا مش قاعده لك في البيت، وهاخد بنتي وهمشي وهغير اسمها انا وهسميها زي ما انا عايزه. ما تلقطم رقبتك، ده احنا انت يا بنت انت عايزه تغور في ده يا غوري، بتبني فوزيه ما حدش ياخدها من هنا، والله اسمها لو يتغير. ولا يا احمد تسمع كلام مراتك وتمشي وراه؟ اقسم بالله اقسم بالله ما عدت نازله لك شقه ولا نعدت نعرفك تاني، ويحرم عليا بيتك. ايه رايك بقى؟ وانا قلت لك اللي عندي. يعني دلوقتي ده قرارك يا ايمان وده قرارك يا امي. اه وياك يتغير. انا بقى محطوط في النص ما بينكم، انا بقى مش عارف اعمل ايه. يعني انا دلوقتي اخد قرار الجمهور، هل يا جماعه انا دلوقتي اعمل ايه؟ اراد امي ولا اراد مراتي؟ فانتوا شايفين ايه صح؟ يا ريت الرساله بس نوصل. السلام عليكم.